ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو استوديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد مبارك جمعة. دكتور بداية نرحب بك وشاكر لك حضورك في استوديو مركز الأخبار. دكتور، من الملاحظ لدى الجميع ومن خلال المكالمات المسرمة بين مستشار أمير دولة قطر وأيضا بين قيادي من حزب الدعوة الإرهابي حسن سلطان، تبين من خلال هذه المكالمة أن يعني قناة الجزيرة تشكل يعني وجهة النظر يعني الأساسية للنظام في الدوحة، بينما النظام في الدوحة يقول أنها قناة مستقلة ولا تمت بصلة للنظام. ما تعليقك على ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التسريبات الأخيرة التي نشرت، تصور كنت أريد أن أعلق عليها في البداية، نعم، شكلت في الواقع صدمة كبيرة ليس فقط للبحرينيين، لأهل الخليج بشكل عام، وهو ما يتناوله الآن الجميع سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في النقاشات الدائرة في وسائل الإعلام، لعدة أسباب. السبب الأول هو ما ورد في هذه المكالمة من انكشاف واضح للأجندة المتبعة من قبل السياسات القطرية، يعني وفي مقدمتها موقفهم من مشاركة قوات درع الجزيرة في البحرين، موضوع نقل أخبار تتعلق بالبحرين بشكل سيء جدا على قناة الجزيرة التي تمثل للأسف الشديد وجهة النظر الرسمية في دولة قطر الشقيقة، وهو ما يؤكد بطبيعة الحال أن الحديث عن استقاء أخبار معينة من مصادر معينة داخل البحرين وهو مصادر تمثل النظام الإيراني وبثها على قناة الجزيرة ثم الادعاء بأن هذا الأمر يأتي في نطاق وساطة لم تكن موجودة أساسا، يؤكد أن قناة الجزيرة هي فعلا تمثل وجهة نظر الخارجية القطرية وتمثل وجهة النظر الرسمية المتبعة والتي تبنى عليها هذه السياسات. ومن هذا المنطلق لم يعد من المنطقي أبدا أن نقول أن قناة الجزيرة هي قناة مستقلة، وأن كان هذا بالنسبة لنا نحن كمحللين ومراقبين كان واضحا جدا، لكن ما قدمته اليوم البحرين ليس فقط للبحرينيين وإنما للقطريين أيضا ولشعوب دول مجلس التعاون الخليجي والعرب بشكل عام، يثبت أن قناة الجزيرة ليست قناة مستقلة، هي قناة تتبع السياسات القطرية بشكل مباشر، بالإضافة إلى كونها عامل مخرب يهدف إلى تخريب داخل مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الدول العربية. إذا لم يعد هناك من شك فيما يتعلق بالدور الذي تمارسه قناة الجزيرة الآن. نعم، إذن هذا أيضا يشكل شرخ لما ينتهجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أيضا الحديث عن المشاركة بين قوسين الشكلية في درع الجزيرة ومهماتها التي يقوم بها في دول المجلس، بلا شك هذا تمثل يعني وجهة نظر شاذة إن صح التعبير. وطبعا قناة الجزيرة يعني تم تأسيسها في التسعينيات من القرن الماضي، وكان من الواضح أنها تهدف للترويج لتنظيمات معينة، يعني كانت تسعى إلى التقارب ما بين قطر والنظام الإيراني، تسعى أيضا للترويج لنظام لجماعات الإخوان المسلمين وتمكينها أساسا من الوصول إلى السلطة، وكانت تخاطب الرأي العام العربي بشكل مباشر من خلال الحديث عن قضايا تتعلق بالعدالة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان وغير ذلك من الشعارات التي يمكن أن نطلق عليها شعارات رنانة وتجتذب المشاهد العربي، باعتبار المشاهد العربي في المنطقة العربية بشكل عام يعيش ظروف معينة اقتصادية لا تخفى على الكثير. لكن هذه القناة لم تكن في الواقع قناة الشعوب كما يقال، هي كانت قناة تخدم أجندات معينة، يعني أولا روجت كثيرا للنظام الإيراني، روجت لحزب الله في لبنان، روجت لجماعات إرهابية من بينها تنظيم الإخوان المسلمين وحتى ما جاء بعده من أو من بثق عنه من تنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش والقاعدة وغيرها من هذه المنظمات. وبالتالي اليوم بات من الواضح جدا أن هذه التنظيمات تتلقى دعما مباشرا من قناة الجزيرة وأيضا تتلقى تمويلا من السياسات القطرية المتبعة، نعم، بهدف تغيير التركيبة الجيوبوليتيكية في المنطقة العربية، إسقاط حكومات، إتيان بحكومات أخرى يتمكن منها تنظيم الإخوان المسلمين في البحرين على سبيل المثال، كان هناك تنسيق واضح لأن تصل جمعية الوفاق المنحلة إلى الحكم وبهدف إسقاط الحكم في البحرين وإحداث تقارب مع إيران، وكان هناك حتى رسائل أطلقها هؤلاء المحسوبون من بينهم الشخص الذي تم كشف هذه المكالمة بينه وبين مستشار أمير قطر فيما يتعلق بمستقبل البحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث أن البحرين تترك مجلس التعاون الخليجي وتدخل في الفلك الإيراني إلى غير ذلك. هو دور تخريبي مارسته السياسات القطرية ومارسته قناة الجزيرة القطرية باعتبارها رأس حربة في هذا المخاطر. طيب دكتور، يعني باختصار وفي سياق ما ذكرته، يعني في وجهة نظرك ما هو المطلوب للقضاء على مثل هذه القنوات التي يتم تسخيرها يعني في جهات مغرضة، نشر أكاذيب وتشويه سمعات حكومات وأيضا أفراد، باعتقادك كيف لنا أن نتصدى لمثل هذه القنوات؟ أعتقد أن هناك عدة خطوات ينبغي اتخاذها، ومن بين هذه الخطوات ما تم اتخاذه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. أتحدث عن
الدول الأربع يعني المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومعه مصر. أولا قطع بث هذه القناة على منع أساسا أن يكون لديها مكتب. يعني مدخل على المشاهد الخليجي والعربي. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن يكون هناك قنوات عربية خليجية مضادة تعمل بشكل مباشر على كشف الأجندة الممارسة من قبل قناة الجزيرة القطر ولو تمارس نفس الدور الذي تمارسه هذه القناة. نعم. وأيضا من المهم جدا أن يكون هناك وعي من قبل الصحافة، من قبل الكتاب، من قبل الرأي العام العربي والخليجي فيما يتعلق بدور هذه القناة. أتصور أن القناة وقعت في الكثير من الأخطاء الإعلامية والسياسية التي يمكن استغلالها لإثبات مدى الشر الذي تمارسه للمشاهد العربي بشكل واضح وصريح. نعم أحسنت. إذن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.